مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه لشوف تيفي. كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم امس الخميس على ان الوزاره ديالو منشغله بموضوع مباراه المحاميين، واكد على ان الاعلان غادي يكون عباره على قرار حاسم خلال الاسبوعين المقبلين. وجا الكلام ديال وهبي من خلال الاجابه ديالو على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق النيابي لحزب الاصاله والمعاصره بشان مصير مباراه المحاماه لسنه 2022. واشار وهبي الى ان الوزاره ديالو عازمة على إخراج قانون المحاماة جديد يجيب بشكل كبير على جميع الاختلالات وتطلعات، أيضا تطوير المهنة وصيانة كرامة رجال الدفاع وتمتيعهم بجميع الإمكانيات القانونية خدمة للمحاكمة العادلة، إلا أنها وأمام إلحاح الكثير من المواطنين وتوصل الوزارة بالكثير من الطلبات والملتمسات بشأن مباراة المحاميين غادي يتم الإعلان عليها من خلال يعني قرار حاسم في الموضوع في غضون الأسبوعين المقبلين. وأكد وهبي على أن مشروع يعني قانون المحاماة غادي يكون جديد كيهدف الى إعادة شروط وتدابير اجراء هاد المباراة. فدابا مشاهدينا غادي نوصل لنهاية هاد الخبر، الى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.